طبعا بنرحب باحسن سنتر بلوك في البطوله وسنتر بلوك النادي الاهلي، وطبعا من ابناء النادي الاهلي شباب والفريق الاول عبد الرحمن سعودي. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك يا كابتن، ربنا مبروك على الكاس، مبروك على لقب احسن سنتر بلوك. الله يبارك لك يا كابتن، ربنا. خليني يعني ابتدي معاك، اكيد حاجه انت اسعد واحد النهارده لما تاخد سنتر بلوك على كل النجوم الموجودين مع المنتخبات الافريقيه والعربيه وانت لسه في السن الصغير ده، اكيد دي حاجه اسعدتك جدا. طبعا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس يعني الاهم من الجائزه الفرديه الحمد لله هو اللقب، يعني ده الهدف الاول الحمد لله ربنا كرمنا بيه. بعد كده الجائزه طبعا اكيد ليها شعور تاني، طبعا فرحان بيها جدا، خصوصا ان اللقب غايب علينا بقاله كتير، وان انا اكون يعني مشارك مع المنتخب الاول وحقق جائزه الحمد لله فرديه ونحقق طبعا اللقب، يعني دي حاجه شعور يعني خاص ومبسوط جدا طبعا بيه. يعني انا عاجبني النغمه الواحده اللي بيتكلموا بيها كابتن كل اللعيبه، ان هو البطوله، يعني انا حاولت اخده للكاس الفردي راح هو واخدني ورجعني تاني لكاس البطوله. تعرف فكلهم تون واحد، في روح واحده. من راي حضرتك كمدير الفريق، ايه سبب الروح الواحده في الفريق ده كله؟ والله يعني هو كانش عندنا غير لعيبه اهلي وزمالك بس، والروح كانت جميله ما بينهم، وبالذات كمان بعد ماتش الجزائر الناس يعني تماسكت مع بعض اكتر، وكنا كلنا ايد واحده مع الجهاز الفني ومع برضه الاتحاد، الناس كلها كانت يعني سانده بعض، وقلنا خلاص ماتش وراح والبطوله لسه موجوده. وزي ما قلت لحضرتك ما حدش فكر خالص في اللقب الفرديه دي خالص، كان كل الناس عينها على الكاس الكبير ده. وماتش بعد ماتش، كل ماتش فاينل، عدينا كينيا قلنا الحمد لله نركز على المغرب، بعد المغرب الكاميرون، بعد الجزائر الفاينل، والحمد لله الظروف كمان ما كانتش سهله خالص. يعني طبعا ما عرفناش نفرح بعد البطوله عشان احمد سعيد، طبعا ربنا يشفيك. خبر جالنا طبعا قبل ما نرفع الكاس كان ان شاء الله يرجع صعب احسن جدا. ان شاء الله ان شاء الله يعني اكيد يرجع احسن. ما عرفناش نحتفل طبعا، ربنا يشفيه ويجعلنا بألف سلامة. كلكم رحتوا له على المستشفى طبعا؟ زرتوه؟ كلنا رحنا المستشفى وكلنا معاه في البيت يوميا، ان هو كان ليه كان سبب كبير في البطوله دي، ان هو ما كانش بادي اساسي، بس من بعد ماتش الجزائر لعب شويه وبعد كده لعب، وكان مصر ما شاء الله مستوى حلو قوي، كان هايل حتى في الفاينل لغايه الشوط النص اللي لعبه كان هايل ما شاء الله، ربنا يشفيه. وطبعا عصران نزل في ظروف صعبه جدا كالعاده دايما زي في النادي، بس هو يعني راجل واحنا عارفين الكلام ده ومحدش شاكك في قدراته خالص، ونزل وادى، وده برده يعني روح الفرقه كانت كويسه ان قدر ينزل ويلعب كويس. طالما الروح كويسه اي حد هينزل يبقى كويس، طالما الروح كويسه طبعا دي صوره لاعبنا السابق احمد سعيد طبعاً. اللي بنتمنى له من كل قلوبنا الشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع تاني بالسلامه، ينور الملاعب ويرجع احسن من الاول طبعا. هو طبعا ان شاء الله اكيد ان شاء الله يرجع ويلعب ان شاء الله اكيد ان شاء الله.